الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عبد الفتاح الشعشاعي رضي الله تعالى عنه مصور القرآن. ينتمي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إلى مدرسة التصوير النغمي في دولة التلاوة. أتم حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، ووهبه الله صوتاً استطاع من خلاله ببراعة تصوير معاني القرآن الكريم. تمكن من استخدام المقامات الأساسية في تلاوته، وذهب ليستعرض فروعها أيضاً بشكل أذهل السامعين والمتخصصين. لقد منحه الله سبحانه وتعالى الكثير من الكفاءات حتى لقب بعمدة فن التلاوة. رحم الله القارئ العملاق عبد الفتاح الشعشاعي.